بعض مش هيعشرين. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. وصينيه اميره النهارده عمرانه وفيها حاجات حلوه كالعاده. اهلا بيكي. اهلا، اخبارك وسهلا. ايه؟ الحمد لله، كله تمام؟ تمام زي الحمد. تمام. النهارده الاكل حلو؟ اه جدا كالعاده. وصيفي. هو عمرك ما عملتي حاجه وحشه؟ ميرسي. طب تعالوا كده نبتدي باول طبق معانا. فراخ. هنعمل فراخ بزبادي المراعي. لا نقول بس الاول. اه هنعمل فراخ بصوص الزبادي والمشروم، وهم مستخدمين هنا زبادي المراعي. ايوه. وهنعمل سلطه بقوليات. ايوه. وهنعمل عصير مانجا بجوز الهند. الله عليكي. وخلينا بس اول ما احنا مستخدمين زبادي المراعي في مع الفراخ، هنقول زبادي المراعي اعلى جوده واجود انواع اللبن، مفيش مواد حافظه ولا الوان صناعيه، عشان كده طعمه بيكون مظبوط. الزبادي الساده عندنا من المراعي 100% طبيعي بدون مواد حافظه، قوامه ناعم وكريمي بدون شرش، عشان كده برضو طعمه مظبوط لانه زي ما قلنا مصنوع من اعلى وانقى انواع اللبن. عندنا كمان زبادي المراعي بقطع الفاكهه الطبيعيه، اعلى جوده قطع فاكهه طبيعيه، طبعا ما فيش اي مواد حافظه ولا اي نكهات، قوامه بيكون ناعم وكريمي وغني. وبنشكر المراعي انهم بيختصوا 4 شارع الشريف، وعندنا هنا المطعم بتاعنا ان احنا نستخدم منتجاتهم الحلوه اللي جودتها عاليه جدا. نبتدي دلوقتي نقول مقادير الفراخ بزبادي المراعي. اتفضلي. فراخ بصوص المشروم وزبادي المراعي. عندي اول حاجه نص كيلو صدور فراخ، شرايح، بصله صغيره مفرومه، نص معلقه صغيره توم بودره، معلقتين كبار زبده، معلقه كبيره دقيق، كوبايتين مشروم، علبتين زبادي المراعي، كوبايتين لبن، معلقتين كبار صوص بني بودره اللي هو بودره الديميجلاس، نص معلقه صغيره بابريكا، وللتقديم تزيين بقدونس مفروم. يلا بينا. بص بقى الوصفه دي طعمها حلو جدا. الزبادي هنا مخليه طعم الوصفه شبه الكشك شويه، لان هي فيها بصل. اه احب انا كده قوي. طعمها مختلف ولذيذ. زيت. هنحط اول حاجه البصل. اتخدت معلقه ولا اخد انا؟ فين البصل ده؟ هو المحمر ده. سحر ولا شعوذه؟ اه حمري 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 البصل. بحمر اهو. انا احب الريحه دي قوي. لسه هقول لك. بص احنا هنا في الوصفه دي، انا في وصفات كتير بقول لك البصل ما بحبش ياخد لون قوي، انما في الوصفه دي انا قلت في الاول ان هو طعمه شبه الكشك، فبنحمره سيكه بياخد لون بني شويه. اه بيغمق. اه فانا هزود شويه بس زيت. كويس ان الطاسه كانت سخنه. كويس عشان ياخد اللون اللي احنا عايزينه. وهحط كمان دلوقتي زبده. يلا قلب قلب قلب. مش عايزاها تقلب. لا الزبده مش عايزاها تتحرق. هنزل بقى دلوقتي الفراخ. الفراخ شرايح او مكعبات، انا هنا حسيت ان هي هتليق اكتر وهي مكعبات مع شكل المشروم، فقطعتها مكعبات. قطعوها التقطيع اللي انتوا تحبوه. هنشوح كده لحد ما الفراخ تبدا تغير لونها. بص البصل لونه بني اهو، ده اللي هيدينا لون الصوص في الاخر، هو وبودره الديميجلاس اللي احنا هنحطها. نحط ملح وفلفل شامل الريحه تحفه. هنحط بقى دلوقتي المشروم. مشروم فريش اهو. وهنقلب. اول ما نلاقي المشروم خلاص بدا يدبل هننزل بايه؟ هننزل بالدقيق. بس انا مستنيه الفراخ كلها تتغلف بلون عشان ما تبقاش لسه نيه. دي كده اتغلفت خلاص. ننزل بالدقيق. هننزل بقى بالدقيق. بص لون البصل هنا بقى عامل ازاي. الدقيق كله؟ اه هننزل بالدقيق كله. ننزل بالدقيق هنا عشان لو حطيناه على السوائل هيكلكع، فاحنا هنا بنوزعه كويس وبيشرب كل الزبده والماده الدهنيه اللي احنا حاطينها، فبيكون متوزع كويس ما بيكلكعش ولا اي حاجه. اول ما الدقيق يستوي هتحطي اللبن ولا هتحطي ايه؟ هنحط بقى اللبن وبعد كده هنفتح بقى الزبادي. والبهارات دي ايه؟ هحطها دلوقتي في الاخر؟ لا دلوقتي بعد. مين الاول؟ دلوقتي البهارات اللي هي ايه وايه؟ ده توم بودره وبابريكا. بابريكا؟ اه بس مش هحطها كلها، هحط بس حته صغيره. وهنحط بودره الديميجلاس اللي في ايدك دي. اه هنوزعها برده هنا. بودره الديميج ما لقيتوهاش يعملوا ايه؟ لا بس هي متوفره في كل حته. متوفره في كل حته. اه متوفره في انواع كتيره كمان غير زمان. طيب انت كده هتحط الزبادي ولا لبن الاول؟ اللبن الاول وبعد كده الزبادي. ماشي. عشان الزبادي ما ينفعش ننزل على سخونيه. اه نحط اللبن. اه نحط اللبن كله. كله؟ ايوه. يعني ادي اللبن بتاعنا. غلوه. كده كويس. هنحط شويه ميه تانيين صغيرين. ليه؟ عشان الصوص لسه هيتقل. احنا حاطين دقيق وبودره ديميجلاس، وبودره الديميجلاس فيها نشا،
فالاتنين مع بعض هيتقلوه قوي، فاحنا هنزود عشان ما يكلكعش مننا وعشان ما يتقلش قوي. دلوقتي بس كفايه مش كتير، حبه صغيرين قوي. هنحط بقى دلوقتي الزبادي بقى. نسيبه يغلي غلوه وبعدين كده نحط الزبادي؟ مش قلت الزبادي نحطوش؟ هنحط الزبادي دلوقتي خلاص. يعني هو كده الفراخ تقطيعه الصدور ما بتاخدش وقت زي القطعه السليمه. طيب. احنا النهارده مستخدمين الزبادي المراعي العلبه المتوسطه، احنا عندنا ثلاث احجام، الصغير والحجم الاكبر اللي هو ده المتوسط وفي الحجم الاكبر. فايه عايزه كام واحده؟ هنحط اثنين. اوكي ماشي. افتح واحده؟ لا لا خلاص. أول واحدة. أنا كده محتاجة أوطي النار. هتوطي النار؟ حطيتها خلاص. بصوا بقى الصوص بتاع الأكلة دي أنا يعني بحبه أكتر من الفراخ نفسها. ريحته تجنن وشكله حلو. البصل اللي اتحمر مع الزبادي مدين طعم خطير. وصيفي كده يعني، هي كمان الاكله دي ممكن تتاكل برد على فكره. بجد؟ انت قلتي زي الكشك. بالظبط. هنزود بس شويه ميه عشان هو تقل قوي. عايزه ميه؟ هنسيبها بقى على النار من 3 ل 5 دقايق بالكثير قوي، بس النار لازم تكون هاديه خالص. لو علينا النار هتلاقوا الزبادي فصلت. تقل فهننزل ميه. بس كفايه كده. تقل هيعوز ميه تاني. لا انا وطيت النار خالص، عشان كده بقول لازم يكون على نار هاديه. طول ما هو على نار عاليه هتلاقوه بيتقل، لان في دقيق وفي بودره ديمجلاس زي ما قلت، والزبادي هتفصل، فاحنا لازم نعمله على نار هاديه عشان الزبادي ما تفصلش. أوكي. وتدينا قوام كريمي كده. كده خلصنا اول طبق، سيبيه بقى وبعد كده نغرفه. ده كده قدامه دقيقتين وخلاص يكون مستوى. خشينا على طبق السلطه. مقادير السلطه اتفضلوا. سلطه بقوليات عندي اول حاجه كوبايه حمص مسلوق، نص كوبايه عدس بجبه مسلوق، نص كوبايه لوبيا مسلوقه، كوبايه فلفل الوان مفروم، نص كوبايه ذره، نص كوباية بقدونس مفروم، بصلة حمراء مفرومة، كوباية خيار مفروم، 3 معالق كبار خيار مخلل. للتتبيلة بقى 4 معالق كبار مستردة، 3 معالق كبار عسل، معلقتين كبار خل بلسمي، عصير ليمون وملح وفلفل. يلا هنحط أول حاجة التتبيلة اللي هي خل البلسمك والعسل والمستردة. ادي العسل. عسل أبيض. وادي المستردة. سوري اسف. المستردة وزيت ليمون وزيت وملح وفلفل بس كفايه. وادي الزيت. ولا مفيش خل؟ لا ليمون بس. ما دام حطينا ليمون يبقى مش هحط. بس كفايه. نقلب كده الدريسنج، شويه ملح مش كتير عشان احنا حاطين مستردة، المستردة فيها ملح كتير. بس كده حلوة. كل البقوليات عندنا مسلوقه طبعا، منقوعه قبلها بيوم ومسلوقه، عشان لو اتحطت على النار من غير نقع اولا هتنفخ البطن جدا، ثانيا هتلاقوها مش بتستوي بسرعه، هتلاقوها هتاخد وقت طويل قوي على النار. فبننقع البقوليات كلها قبلها بليله وبعد كده ثاني يوم بنسلقها. اكتر حاجه بتاخد وقت فيهم الحمص، وبعد كده اللوبيا، وبعد كده العدس ما بيكملش ربع ساعه. لا بتاع ده ريحته حلوه قوي. انا بقول لك طعمه حلو جدا، تاكل كمان بارد مع رز، ممكن بالعيش، ممكن مع مكرونه على فكره، وننزل المكرونه في الصوص ده، مكرونه مسلوقه عادي. ريحته حلوه قوي فعلا. حلوه وريحته شبه الكشك. الكشك لكن عايزين نسيب له شويه بصل محمر يتحط على الوش. بس مش مشكله. هنحط شويه بقدونس من دول، هنخلي له شويه بقدونس نزين بيه. لا انا مش عايز بقدونس، انا عايز بصل محمر. كنت قلت لي قبلها، كنت شفت لك طلعت لك حب خيار وبقدونس. بصوا كميه الخضار اللي فيها، عشان كده هي البروتين بتاعها عالي قوي، فيها حمص، فيها عدس، فيها لوبيا، مليانه. بصوا الوانها اصلا خطيره ازاي، بقدونس وذره صفراء، فلفل الوان، ممكن تحطوا زيتون مخلل، بس احنا حاطين خيار مخلل فخلاص شلنا الزيتون المخلل. لو هتحطوا زيتون شيلوا الخيار، يعني بلاش الاثنين عشان تلاقوها حادقه قوي. بس كده سلطه حلوه دي للعشاء بالليل. السلطه دي وجبه اصلا. توست محمر او عيش محمر، مش هقول لكم بطاطس محمره عشان انا عامل رجيم، اول مره في حياتي عامل رجيم. هي لوحدها حلوه على فكره، ممكن نحط كمان فيها قطع فراخ لو باقي عندكم قطع فراخ حطوها فيها، هتبقى وجبه متكامله بقى، مش هتبقى محتاجه حاجه تانية خالص. ادي اول طبق غرفناه. مش ممكن تشيلي دي؟
معلش انا بتعبك. ولا يهمك. ممكن كمان تحطوا فيها عيش محمص على فكره. ممكن عيش محمص سلطه بس هيبقى وقت وقت الاكل على طول. ما احنا الفراخ بتاعتنا اللي استوت الحلوه اللي عملناها بزبادي المراعي اهي. واو انا والشفا. اوبا اوبا على الحلاوه. تسلم ايدك. اوبا على الحلاوه اهو. طبقين جنب بعض بالهنا والشفا. واحكي لنا عملتي ايه. بصوا اهو لسه عملناهم قدامكم وغرفناهم قدامكم طازه طازه. انا بقيت يعني في الفتره دي بهتم ان انا اعمل اكلات سريعه صيفي ما توقفش ناس كتير في المطبخ وفي نفس الوقت ما تكونش تقيله عشان الفرهضه اللي احنا فيها. بالظبط. يلا احكي لنا لغايه دلوقتي عملنا ايه وناقص ايه. عملت فراخ بصوص الزبادي والمشروم مستخدمين فيها زبادي المراعي وعملنا سلطه بقوليات حلوه جدا تعتبر وجبه لوحدها. ناقص لنا فاضل لنا عصير جوز الهند بالمانجا. عصير مانجا بجوز الهند. اوكي دلوقتي بقى نسمع من عندليب الشارع اغنيه ابو عيون جريئه للعندليب عبد الحليم حافظ. هنسمعها بصوت حسام حسني كده. فاصل ونرجع لكم. عندنا مشروب حلو جدا دلوقتي اميره محضره لنا عشان الحر والطقس. ايوه
انت بتقولي الطقس ولا حر ولا الجو ولا بتقولي ايه؟ لا الجو. يعني الطقس حلو ولا الجو حلو؟ لا الجو. طقس. لا الجو. انا بحب اقول الطقس حلو. اه. ايه ده؟ ده عصير مانجا بجوز مانجا. الهند. أوكي. وهنعمل لبن جوز الهند. طب يلا قولنا المقادير. اول حاجه عندي كوبايتين عصير مانجا، كوبايتين لبن جوز هند، 4 معالق كبار عسل ابيض، رشه فانيليا للبن نفسه بقى لبن جوز الهند، كوبايه لبن، كوبايه ميه، كوبايه جوز هند. نايس. سهل قوي يعني. يعني مشروب اللبن بتاع جوز الهند بيتباع غالي قوي. أوه. فاحنا هنعمله عشان مستورد كمان. اه هنعمله. بص مقادير 3 حاجات دول بس. في الخلاط اللبن والميه وجوز الهند كلهم قد بعض، كوبايه كوبايه كوبايه. ادي جوز الهند وادي اللبن وقد اللبن ميه وهنضربه ونصفيه. هنضربه ونصفيه. يلا اهو سهله جدا. هتحطيش سكر فيه؟ لا هنحط بقى في العصير دلوقتي نفسه، بس احنا هنا عاملينه من غير اي اضافات لو احنا هنستخدمه في وصفه ثانيه، يعني احنا عاملين وصفه لبن جوز الهند نفسها. خلاص؟ اه. يلا ونجل. ريحته تجنن. ريحه جوز الهند ما بتتضرب، بتنزل اصلا كل الزيوت اللي فيه، فهو ده اللي بيخلينا نطلع منه اللبن جوز الهند، وبيبقى قوامه اتقل شويه من اللبن العادي. اسمع بقى. دوس كده. ايوه عشان ينزل كل الحاجات. بصوا هتلاقوه من فوق لونه كريمي شويه كانه عليه قشطه، ده من جوز الهند الضرب، فنزل الزيوت اللي فيه. عصره قوي يا ولد. مش هيفرق خالص عن العلب، بالعكس ده طعمه احلى لان فيه لبن، العلب بيبقى لا ميه وجوز هند بس. يلا جو. هنعمل ايه بقى كده؟ عندنا خلاص المقدار اللي في الوصفه، هحط عليه عصير المانجا وهحط عليه العسل الابيض. عصير المانجا والعسل الابيض وفانيليا. وفانيليا بس كده خلاص. بس خلاص. ممكن نحط بدل العسل الابيض سكر بودره، بس انا حبيت العسل الابيض في الوصفه اكتر. فانيليا. وممكن ما نحطش اي سكريات لان العصير مسكر. او فانيليا. وهنقلبه. ممكن بقى نحط فيه قطع تلج لو احنا هنعمله دلوقتي ونشربه دلوقتي، نحط فيه قطع تلج، لو هنسيبه شويه في الثلاجه يتساب شويه في الثلاجه وبس كده، بيبقى فريش ومنعش بقى، مش قادره احكي لك منعش جدا. مانجا وجوز الهند الاثنين دول مع بعض الميكس بيبقى خطير، ومعاهم العسل والفانيليا. يعني بص مش لازم تدوق، لازم تدوق. استني اوبس سيبيه لي كده ثانيه واحده. احكي للناس عملتي ايه. عملنا من الاول خالص من كله. عملنا اول حاجه فراخ بصوص الزبادي والمشروم، واستخدمنا فيها زبادي المراعي. انصحكم جربوا الوصفه دي، طعمها حلو جدا خرافي، تتاكل بارده كمان، جنبها رز ابيض. وعملنا سلطه بقوليات مليانه بروتين، وعملنا دلوقتي عصير مانجا بجوز الهند، وعملنا لبن جوز الهند نفسه ما حطيناش عليه اي اضافات، بحيث ان انتوا لو هتستخدموه في اي وصفه تانية حادقه مثلا يبقى براحتكم. النهارده غرفنا كل حاجه وعملنا كل حاجه قدام حضراتكم بالتفاصيل او ممله، فدلوقتي بس عايز ايه اوريكم المنظر اهو. هات لي بقى الكاميرا كده. بصوا بقى الحلاوه. بصوا بقى اهو جايلكم ضيوف. روح اهو. وقوامه بيبقى تقيل شويه شبه السكوت. لا هو ريحته ما حصلتش. ارجعي لورا عشان انت باينه. تحس انت اسيوي كده. الرخامه عندنا من كتر ما نظيفه بقت عامله زي المرايه. يعني مع كامل احترامي في برامج تانية بتاعت اكل الرخامه عندهم محتاجه جلايه. محتاجه رخامه. جلايه محتاجه رخامه. اه جلايه مش عارف ما بيعملوش. العصير ده تحس ان انت رحت شرق اسيا بقى، بص تشربه كده. حاجه تروبيكال وحاجه لذيذه خالص. شكرا. العفو. اميره شرفتينا ونورتينا كالعاده. يلا خلينا دلوقتي بقى نسمع اغنيه للست لطيفه حبيبه قلبي. سلام. لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام، ولما بيجيبوا سيرتك يا ست لطيفه انت بيحلو الكلام، وكلنا بنسكت عشان نسمع صوتك الحلو دايما. فبعت لك الف سلام وتحيه انت وكل اهل تونس. بعد كده نرجع لكم مع استاذ معتز مختار منسق نباتات زينه، نشوف كده شويه نباتات ممكن نحطها في البلكونه او في البلكونه او في المطبخ او في البيت عندنا، تخلي البيت فيه حياه. يلا مزيكا. شكرا اميره. بخاف يحسدوني على حظي السعيد، بخاف يحسدوني لو انك يا حبي متغرب بعيد،
بخاف يحسدوني، بخاف يحسدوني على حظي السعيد، بخاف يحسدوني لو انك يا حبي متغرب بعيد، بخاف يحسدوني بسكت غصب عني وانا بالي شريط، وانا بالي شريط واكتم جوا قلبي اكتم لغلي بالغرام، لما يجيبوا سيرته يحلو الكلام بتنهد في سري واهليك السلام، لما يجيبوا سيرته يحلو الكلام بتنهد في سري واهليك السلام، تصحى ذكرياتي وداريهم اوام، لا يبان المخبي في قلبي من وجدي وهيام،